تضامنا في هذا الشهر الفضيل الذي هذه القافلة تضم حوالي 200 رأس اللي كان اللي تبرعوا بها موالي الجلفاء إلى إخواننا، ونشكرهم على هذه المبادرة. طيب، هذا الإعانة مدينها إن شاء الله البليدة، إخواننا في البليدة هذول المضرين، ونطلب من الله العلي القدير أن يرفعنا هذا الوباء. التعاون كريم هذا من وساط الجلفاء، وهذه تبرعات علينا ونخدموها دائما في السراء وفي الضراء.